إن شاء الله هبدأ بشرح الجزء الناصر الخاص بمادة القياسات الكهربية Measurement والInstrumentation Principles القياسات ومفاهيم الأجهزة. نبدأ بالشابتر الخاص بالInstrument Types أنواع أجهزة القياس and Performance Characteristics وخصائصها أو مواصفات أدائها. بيقولك إن الInstruments بتاعتي ممكن تتقسم لSubdivided Classes بناء على الأكيوريسي بناء على دقتها وتكلفتها ومدى استخدامها في الأبليكيشن. يعني instruments بقسمها بناء على الاكيورسي، في اجهزه الاكيورسي بتاعتها عاليه والاجهزه الثانيه الاكيورسي بتاعتها اقل، في اجهزه غاليه في اجهزه رخيصه، في اجهزه يتم استخدامها في كثير من الابلكيشن وفي اجهزه يتم استخدامها في عدد معين من الابلكيشن. اول نوع من التقسيمات هو الاكتيف والباسيف مين instrument. زي ما قلنا ان هو الاكتيف والباسيف دول احدى تقسيمات الاجهزه القياس. هناخد مثال على الباسيف. هنا الباسيف هنا عندنا البريشر ميجرنج ديفايس، ده جهاز بيقيس الضغط، عباره عن سبرينج هنا دياي وبستون عندي هنا مكبس، ومعايا هنا فلويد سائل، ومعايا هنا نقطه ارتكاز البايود دي نقطه ارتكاز، ومعايا مؤشر. المؤشر ده متثبت هنا في البستون ونقطه الارتكاز، بحيث ان انا لما ده يتحرك هيتحرك مع المؤشر الناحيه الثانيه. يعني لما يبقى في حركه لفوق او لتحت، المؤشر هنا هيتحرك لفوق ولتحت على تدريج على سكيل. فالمؤشر ده اسمه بوينتر، والسكيل بتاعي اللي هو التدريج، ونقطه الارتكاز دي زي ما قلنا عشان تسمح ان المؤشر يتحرك لفوق ولتحت. ده يعتبر باسيف. باسيف بيقول لي ان مفيش حاجه هنا غير الانرجي بتاعت مين، البريشر بتاع مين السائل، مفيش اي تغذيه خارجيه تانية، فبيبقى باسيف. ومباشره المؤشر ده البوينتر بيتحرك على التدريج، فالتدريج اللي هتقراه ده او القراءه اللي انت هتقراها هتعتبر دلاله مباشره لقيمه الضغط. اما في الاكتيف هنا لو رحنا للتانك ليفل انديكيتور، ده الاكتيف. الاكتيف هنا عندي تانك وفي سائل، وحاطط هنا فلوت هنا عوامه او طوافه، طبعا برضو في نقطة ارتكاز هنا عشان المؤشر يتحرك على نقطة الارتكاز، يعني العوامة دي تطلع او تنزل المؤشر الناحية التانية يطلع وينزل بناء عليه، وتبقى دي نقطة الارتكاز. هنا المؤشر مش متثبت على التدريج مباشرة عشان ياخد الليفل بتاع السائل كام، لا ده يعني المؤشر ده هو الذراع بتاع المقاومة المتحركة. انا هاخد الاوبوت هنا عبارة عن من نقطة مؤشر او من نقطة تغير في الليفل بتاعي، والطرف التاني ده هاخد بين دول الاوبوت عندي بيبقى فولت. طبعا الدايرة هنا بتبقى فيها مين سبلاي بطارية هنا، فبالتالي طول ما الدايرة فيها سبلاي زي البطارية ده اسمه اكتيف، يعني بيعتمد على سورس خارجي، وقيمة الفولت اللي طلع تتناسب طرديا مع الليفل هنا. يبقى الاوبوت فولت هنا هو مش قيمة الليفل مباشرة، ولكن هو كدلة او عوض في دلة او قانون خاص بمين بالرسمه دي، بحيث ان انا اجيب الاوتبوت مين ليفل عندي. الاكتيف انسترومنت قلنا زي الفلوت تايب بترول تانك ليفل اللي تحت ده. طبعا هنا بيقولك ايه بروبورشنال اوف ذا اكسترنال فولتج سورس ابلايد اكروس مين تو انس اوف بوتنشيومتر. زي ما قلنا الذراع عندي هيبقى ايه هنا، هيبقى متثبت، او المؤشر ده هيبقى هو الذراع بتاع المقاومه المتغير، فبالتالي اي تغيير في الليفل هيديني تغيير في الذراع ده، وبالتالي الفولت اللي على المقاومه هنا هيبقى متغير. انا واخد الاوتبوت من النقطه دي للنقطه دي، الاوتبوت على الحته دي اللي هي السهمين بالاحمر. بيقول لي الانرجي هنا الطاقه ان ذا اوتبوت سيجنال كمز فروم اكسترنال باور سورس، يعني الطاقه هنا في السيستم ده بتيجي من اكسترنال باور سورس بناء على البطاريه. بيقول لي ان هي دي يطلق عليها برايمري ترانسديوسر. ليه برايمري ترانسديوسر؟ زي ما قلنا لان الليفل سواء كان فوق او تحت المؤشر ده هيتحرك فوق او تحت، يديني فولت مناسب لمين للليفل. الاوتبوت فولت اللي طالع ده ما اقدرش اقول عليه الليفل، لا ده انا لازم اعوض في علاقه او احوله للليفل بتاعي هنا، فعشان كده هسميه برايمري ترانسديوسر لوت مين سيستم. بيقول لك ان هنا بيعتمد على اكسترنال سورس. انا اعمل مقارنه صغيره طبعا هنا بين الاكتيف انسترومنت والباسيف انسترومنت. اول حاجه المقارنه هتكلم على الباور سورس. في الباسيف مش محتاج انرجي انبوت للسيستم الا الكيميائيه الفيزيائيه اللي انت هتقيسها مباشره، اما في حاله الاكتيف لازم بتحتاج اكسترنال باور سورس زي الكتريكال مين فورم زي الفولت مثلا. ممكن ما يبقاش الكتريكال فولت، في بعض السيستم ممكن يبقى نيوماتيك او هيدروليك. هروح من ناحيه الريزولوشن دقه القياس. بيقول لي هنا في الباسيف عشان اعمل انكريز للميجرمنت ريزولوشن، عشان ازود الريزولوشن بتاعتي لازم ازود البوينتر وازود الارك بتاع مين المؤشر. يبقى تاني عشان ازود الريزولوشن بتاع القراءه هنا ده لازم ازود الذراع ده اطوله شويه، والسكيل ده اكبره، اكبر مين السكيل عشان ازود ريزولوشن بتاع القراءه. الزياده اللي انت هتعملها دي ليميتد، يعني محدوده برضو. ليه؟ لان مستحيل ان انت تجيب ارك كبير جدا، ده هتحطه فين؟ فبيقول لك من الناحيه العمليه الموضوع ده مين ليميتد. اما لو رحنا للاكتيف ان انا الريزولوشن بتعتمد على الماجنيتيود اوف ذا اكسترنال انرجي، الريزولوشن بتعتمد على
الاكسترنال مين انرجي انبوت، وبيقول لي برضو the scope is limited نتيجة الليميتيشن بتاعت الماجنيتيود بتاعت الاكسترنال انرجي، بمعنى ان مش هتجيب بطارية الفولت بتاعها كبير قوي، لا برضو ليميتد هنا وما ينفعش تزودها قوي. ليه؟ لان هنا زيادتها قوي هيمرر تيار زيادة في المقاومة دي فمش هتستحمل، ممكن تتحرق منك. فبيقولك حتى هنا في ليميتيشن، حتى في الاكتف في ليميتيشن، وغير كده كمان كل ما تزود قيمة البطارية عندك بيزيد تأثير الحرارة الهيتنج افكتس اللي هو مين التأثيرات الحرارية، وكمان السيفتي ريزون زي ما قلنا اللي هو مين زيادة البطارية ده هيعمل ايه، هيزود التيار ممكن يعمل مشكلة. ده كان اول تقسيم اللي هو مين الباسيف والاكتف، ده اول تقسيم في الانسترومنت. التقسيم الثاني اسمه النال تايب والديفليكشن تايب. الديفليكشن تايب زي البريشر جيج بالظبط، اللي احنا الرسمة اللي احنا شفناها من شوية بريشر جيج، ان هنا بوينتر ده متثبت على تدريج سكيل، بالتالي القيمه هتبقى مباشره ظاهره على السكيل، هنا انت هتقرا البريشر مباشره. فبيقول لي ايه الفاليو اوف ذا كوانتيتي بينج ميجرد، يعني القيمه بتاعه الكميه المقاسه يتم عرضها مباشره على مين على السكيل باستخدام بوينتر، ده اسمه ايه ديفليكشن تايب. ديفليكشن تايب يعني انحراف او مؤشر. لو رحنا للنال تايب هنا برضو في بيقيس بريشر برضو في الشكل ده، هعمل ايه هنا في بيستون، بيستون ده مثبت عليه كده حاجة بحيث ان انا احط عليه اوزان، بالتالي هنا مفيش مين مفيش مؤشر زي ما انتم شايفين في الرسم، مفيش مؤشر خالص. بيقولك النال تايب انسترومنت هو تايب زي البريشر جيج اللي انتم شايفينها دي، اسمها ديد مين ويت جيج موضحه في الرسم اللي فوق، بيقول ان هي نال تايب، بيقول ان هو بيحط اوزان لغايه ما المكبس ده ينزل لتحت ويضغط على السائل لغايه ما يوصل لنقطه الاتزان اسمها داتم ليفل او النال ليفل او النال بوينت. فبيقول لي وقتها لما يوصل لنقطه الاتزان الاثقال او الاوزان اللي انت حاططها فوق دي قال لك ليها علاقه بالضغط بتاع السائل، يعني بتبقى كداله او ليها علاقه بضغط مين السائل. وانا عملت مقارنه صغيره بين الديفليكشن تايب والنال تايب. الديفليكشن قلنا لازم يبقى فيه سكيل، فيه مؤشر بينحرف على تدريج، والنال ما فيهوش تدريج خالص. اول حاجه في المقارنه هتكلم على الاكيورسي. الاكيورسي بتاعت الديفليكشن تايب بتعتمد على اللينيارتي والكاليبريشن اوف ذا مين سبرينج. هنا لو لاحظنا في مين في الديفليكشن تايب هتلقى في هنا سبرينج في ياي، الياي ده طبعا لازم اعمل له كاليبريشن قبل ما استخدمه في القياس. فبيقول لك ان الكاليبريشن او الاكيورسي دي الدقه بتعتمد على دقه المين السبرينج نفسها، بمعنى هل هي لينير ولا نون لينير، والكاليبريشن انت عاملها مظبوط ولا فيها اخطاء. تالي الاكيورسي ديبند اون لينيارتي والكاليبريشن بتاع السبرينج. اما في النال تايب مفيش سبرينج، طب انت بتحط ايه فوق؟ قلنا بتحط اوزان، فالاوزان دي اللي انت بتحطها هتحط 1 كيلو 2 كيلو 10 كيلو، فبالتالي لازم القيم دي تبقى صحيحه، فبالتالي لازم الاوزان اعمل لها كاليبريشن. ايه معنى كاليبريشن؟ ان انت بتجيب الوزن اللي انت هتحطه 1 كيلو جرام لازم تقارنه مع قيمه ستاندرد متخزنه قبل كده، في قيمه ستاندرد عندك سليمه بتقارن معاه هل هو سليم ولا حصل فيه اخطاء. فبالتالي من ناحيه الاكيورسي بيقول لك ان هو بيعتمد بس على الكاليبريشن بتاع مين الاوزان اللي انت هتحطها، هل الاوزان دي صحيحه ولا فيها اخطاء. الحته الثانيه بيقول لي الكاليبريشن بتاع الويت بتاع الاوزان اسهل من الكاليبريشن بتاع مين السبرينج. ثاني ان انت تعمل كاليبريشن لوزن اسهل من انت تعمل كاليبريشن للسبرينج. النال تايب هيبقى اسهل في الكاليبريشن من مين الديفليكشن تايب. بيقول لي كمان ان النال تايب مور مين اكوريت، بمعنى انه اكثر دقه. ليه؟ زي ما قلنا ان هنا ده انت بتستخدم ويتس اوزان، اما السبرينج مع كتر الاستخدام بيحصل فيها مشاكل ومش بتديك قراءه مظبوطه، فعشان كده النال تايب اكثر دقه. رغم كده الديفليكشن تايب اكثر استخداما ومريح اكتر. ليه؟ انت هنا بتاخد القراءة مباشرة، انت على المؤشر هنا عايز تقيس الضغط بتاخد القراءة مباشرة من على المؤشر وتعبر عن الضغط، اما النال لا، ده انت بتاخد قراءة الاوزان او تحسب انت حطيت كم وزن وبناء عليها تجيب العلاقة بينه وبين الضغط اللي هنا. فبالتالي مين المريح هيبقى في الاستخدام؟ الديفليكشن تايب. قلنا ان هو مريح انه انت هتاخد القراءة من المؤشر مباشرة اسهل من انك تضيف وتطرح اوزان عشان توصل للنال بوينت في حالة مين؟ النال تايب. كمان الديفليكشن تايب بيقول لك يستخدم في الوركينج بليس، في أماكن العمل نفسها، لأنه إيه؟ هيبقى سهل الاستخدام وبسيط. أما النال تايب ده هيبقى طبعًا متعب في استخداماته شوية. من ناحية مهام الكاليبريشن، بيقول لك النال تايب بريفرابل طبعًا أكثر تفضيلية بسبب مين الأكيورسي، يبقى الأكيورسي بتاعت النال تايب أعلى من الديفليكشن تايب. ده كان التقسيم الثاني. هنروح للتقسيم الثالث وهو الانالوج والديجيتال انسترومنت. ما زال برضو البريشر جيج اللي بيقيس الضغط على تدريج زي ما انتم شايفين ده انالوج تايب، انالوج لان ايه؟ البريشر كل ما يتغير هتلقى التدريج هنا
او المؤشر هينحرف على مين او هيتغير مكانه على التدريج، فبالتالي ده قيمة انالوج. ايه القيمة الديجيتال؟ الديجيتال زي حضرتك زي الكمبيوتر بالظبط، ده ديجيتال برضه. هناخد برضه مثال على الديجيتال عشان نفهم الفكرة. هنا عندي ده كاونتر او ريفولوشن كاونتر بيعد مين؟ العدد. عندي موتور وعايز اعد عدات او اشوف هو بيدور بسرعة كام، ريفولوشن بير مينيت. فانا عشان احسب سرعة الموتور الموضوع صعب، اعمل ايه؟ بيجي على الشافت بتاع الموتور كده ما يعملهوش دائري، يعمل فيه تحديبة شوية، التحديبة الصغيرة دي متثبتة على الذراع. الذراع ده فيه هنا مين؟ بايفوت اللي هو نقطة التثبيت، نقطة التثبيت. فده لما يلف في الاوضاع دي هتلقى دي نازلة لتحت، فبالتالي هيبقى في سويتش هنا نقطه التلامس، هيبقى السويتش ده مفتوح. اول ما ده يكمل لفه كده وتيجي النقطه المحدبه دي لفوق هترفع ده لفوق هنا، اول ما ترفعه لفوق ده ينزل هنا تحت، اول ما ينزل يبقى نقطه التلامس دي اتقفلت، يبقى السويتش ده اتقفل. وقتها في كاونتر هنا كده يعد انه في بلس، بلس معناها انه عمل ايه؟ لفه كامله. تاني يبقى الطبيعي ان هي دايره، في الجزء الدائري ده لما تبقى فوق هتبقى دي نازله لتحت، دي نقطة تثبيت وبالتالي دي هتطلع فوق، ده مفتوح الكاونتر مش هيعد وقتها. فدي لما تلف لغاية ما تلف لفة كاملة هتيجي النقطة المحدبة دي فوق، هتضغط على الزرع ده يبقى لفوق، الناحية التانية يبقى لتحت، يبقى قفل السويتش ده، الكاونتر وقتها هيعد عدة. يبقى خدت بالك؟ عدة وفي نفس الوقت ده هيكون لف لفة كاملة، عشان كده في لفة كاملة ده يعد واحد. طب هو لو نص لو لف نص لفة بالتالي مش هيعد هنا، هيبقى زيرو. فده بيعد قيم ديجيتال، 1 2 3 4، ما يعدش 1.5 2.5، ما يعرفش يعد كده، لان اتفقنا السويتش بيتقفل لما ده يعد او يلف لفه كامله. ده كاونتر، وطبعا ده مهم طبعا في قياس سرعه مين؟ الموتور. انا عملت مقارنه صغيره بين الانالوج انسترومنت والديجيتال انسترومنت. اول حاجه هتكلم عن انسترومنت اوتبوت، من ناحيه الاوتبوت في حاله الانالوج بيقول لي ان الاوتبوت بتاعي فاريس، بيختلف او بيتغير باستمرار مع الكوانتيتي بينج مين ميجرد، مع الكميه المقاسه. الاوتبوت بيتغير باستمرار مع الكميه المقاسه. طبعا هاف انفينايت نمبر اوف فاليوز، لعدد لا نهائي من القيم وزن الرينج. لو انا قلت لك الرينج بتاعي اللي هيقيس الضغط من 0 ل 10 بار، يبقى القيم الوسيطه بين 0 و 10 قيم لا نهائيه. الديفليكشن تايب اوف بريشر جيج اللي احنا شفنا رسمتها فوق، طبعا هو مثال على مين؟ انالوج انسترومنت. كمان في حاله ان الانبوت بيتغير، يعني الضغط بيتغير، هتلقى المؤشر بيتحرك معاك بطريقه سموز باستمرار. بيقول لك ان هنا عدد تقسيمات اللي انت هتقسمها وتشوفها بعينيك هتبقى مين؟ فينايت، محدوده. ازاي؟ ركز معايا كده، انت مش ده في تدريج انت عامله؟ فهقول التدريج ده من 0 ل 10 بار، عندي عدد لا نهائي من القيم ما بينها. لكن انت لما تيجي تعمل شرط على التدريج بتعمل عدد محدد من الشرط، فبالتالي بيبقى عندك عدد محدد من القراءات اللي انت تشوفها بعينيك. يعني نفترض المؤشر دلوقتي فين؟ في النص هنا، هو اكبر من النص بشويه، فانا ممكن اقول ايه؟ 1 2 3 و6 من 10، فاهمين الفكره؟ فبالتالي عندي عدد معين من مين؟ من التقسيمات اللي بشوفها بعيني اللي انت بتحطها على التدريج. اما في حاله الديجيتال انسترومنت بيقول لي زي الكاونتر اللي احنا شفناه فوق، بيقول لي ان هو عباره عن مين؟ ديسكريت، ديسكريت ستيب، يعني بيعد اعداد صحيحه ديسكريت، تمام؟ 1 2 3. لكن هنا ده في الانالوج يعد قيم كسر، يعني ممكن اقول 1 و1 من 10 بار زي ما انا قريت فوق، 3 و6 من 10 بار. لكن في حاله الديجيتال لا، بيعد قيم صحيحه. عشان كده بيقول لك هاف افينايت نمبر، ليه قيم محدده، ليه قيم محدده. بيقول لك الريفولوشن كاونتر اللي احنا شفناه فوق مثال على الديجيتال انسترومنت، وانا شرحت طبعا اللي هو ده شرحه، ده شرحه زي ما انا قلت. وزي ما قلنا ان كان لو ده ما لفش اللفه الكامله ده ما يعدش واحد، لو لف لفه اقل من اللفه الكامله ده ما يعدش واحد، تمام؟ لازم يلف اللفه الكامله، اللفه الكامله دي هتسمح للنقطه المحدبه دي تطلع فوق فيغير من وضع السويتش. بيقول لي التمييز او ان انت تختار ما بين الانالوج والديجيتال انسترومنت، الموضوع بيواضح في الفتره الاخيره بسبب مين؟ المايكرو كمبيوتر، بسبب المايكرو كمبيوتر. الديجيتال بيتم توصيله مباشره بالديجيتال كمبيوتر، يعني الديجيتال انسترومنت انترفيس دايركتلي تو كنترول كمبيوتر، واي ديجيتال كمبيوتر بيشتغل او بينفذ حساباته في الديجيتال فورم، في الشكل الرقم. اما في حاله الانالوج احنا قلنا مين؟ البروسيسور او الكمبيوتر شغال ديجيتال. ففي حاله الانالوج انسترومنت الجهاز التناظري ما ينفعش اوصله مباشره بالمايكرو كمبيوتر زي المايكرو كنترولر او الاردوينو او اي كمبيوتر شغال ديجيتال.
فبالتالي بيقول لك لازم انا احتاج انترفيس. الانترفيس ده هيحول لي من انالوجين لديجيتال، يعني هاخد القيمه الانالوج اللي جايه من الانسترومنت حولها القيمه ديجيتال عشان يقدر يفهمها المايكرو كمبيوتر ويتعامل معاها. هروح لمفهوم تاني خالص اسمه انالوج تو ديجيتال كونفرتر، اي دي كونفرتر. بيقول لك هو بيحول القيمه الانالوج لقيمه ديجيتال، تمام، عشان الكمبيوتر يقدر يعمل لها ريد وفي نفس الوقت يقدر يعمل مين حساباته عليها. رغم ان انت بتضيف انالوج تو ديجيتال كونفرتر مع الانالوج انسترومنت، ده بيديني ديس ادفانتجز، بعض السيئات. زي مثلا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر بيديني تكلفه او بيضيف تكلفه على السيستم، لان انت هتشتري مديول اضافي فده بيزود تكلفه السيستم. بعد كده عندنا الفينايت تايم از انفولفد ان ذا بروسيس اوف كونفرتنج ان انالوج سيجنال تو ديجيتال كوانتيتي. بمعنى طبعا عشان تحول من قيمه ديجيتال لقيمه انالوج بتحتاج وقت عشان تتم العمليه دي، الوقت ده محدد هسميه فينايت تايم، ده بيعمل تاخير للنظام. ثلاثه الفينايت تايم بيبقى كريتيكال في حاله الفاست بروسيس، بمعنى في العمليات السريعه او المحتاجه سرعه. الانالوج تو ديجيتال قلنا بيضيف ديلي في الزمن، تاخير في الزمن، وده بيبقى حساس جدا مع مين؟ مع العمليات المحتاجه سرعه. كمان الانسترومنت ممكن تتقسم لانديكيتنج انسترومنت وانسترومنت ويز سيجنال اوتبوت، وده اخر تقسيم للانسترومنت. هيتقسم لاوديو انسترومنت، يعني اجهزه القياس الخارج بتاعها بيبقى صوت، والفيجوال عندي اللي هو بيبقى رؤيه، ودي معناها الفيجوال انديكيشن معناها الماجنيتيود للفيزيكال كوانتيتي بينج ميجرد. يبقى تاني معناها الفيجوال انديكيشن اوف ماجنيتيود للفيزيكال كوانتيتي بينج ميجرد، زي الترمومتر. الترمومتر ده فيجوال مين انسترومنت، اجهزه مين تعتمد على الرؤيه، ان انت تشوف التدريج او تشوف الزئبق مرتفع في الترمومتر بتعرف درجه الحراره كام. النوع الثالث في التقسيمه دي اسمه الاوتبوت سيجنال مين انسترومنت، وده بيديني اوتبوت على شكل الاشاره المقاسه، وقيمه الاوتبوت ده بتعتمد او بروبورشنال تو طردي مع الميجرد كوانتيتي. يبقى تاني الاوتبوت سيجنال بيديني اشاره او شكل اشاره للكميه المقاسه اللي كميتها تتناسب طرديا مع كميه او مع الكميه المقاسه نفسها. زي مثلا ايه؟ الاوسيلوسكوب بيديني اشاره، الامبليتيود اللي بتطلع دي على الاوسيلوسكوب تتناسب طرديا مع كميه مين؟ الكميه المقاسه بتاع مين؟ الكميه الفيزيائيه. وبيقول لي هنا الكلاس اوف انديكيتنج انسترومنت بيشمل النال تايب، كل انواع النال تايب زي ما احنا شرحنا، وكمان بيشمل الموست باسيف وانز، بمعنى ان هو بيشمل كل انواع النال تايب ومعظم انواع الباسيف. كمان الانديكيتورز اللي هو الانديكيتنج انسترومنت ممكن اقسمها برضو لمين؟ انالوج اوتبوت وديجيتال ديسبلاي، انالوج اوتبوت وديجيتال ديسبلاي. وزي ما احنا شرحنا فوق ان الانالوج انديكيتور بيديني قيمه مين؟ الاوتبوت بتاعه بيبقى انالوج، زي الليكويد ان جلاس مين ثرمومتر. بيقول لك ان العمليه دي بيقول لي برون تو ايرور، عرضه للايرور في حاله الانالوج اوتبوت. ليه؟ لان ممكن هنا ما تجيبش القيمه بالظبط، يعني المفروض انت تقراها 2.3، رحت انت قاريها قلت كده لما بصيت قريتها 2.5 وهي المفروض تطلع 2.3، فبيبقى في مين؟ عرضه للاخطاء. الديجيتال انديكيتور قلنا انه الاوتبوت بتاعه بيبقى ديجيتال، بيتكون من عدد محدد من مين؟ من النمبرز او ارقام صحيحه وليست مين فيها كسور. بيقول ان ديجيتال ديسبلاي ار نوت فيري مين برون تو ايرور، لان هو اصلا في الديجيتال القيمه بيبقى عارضها قدامك، القيمه معروفه. بيقول الخطا هنا بيبقى من اليوزر نفسه، اليوزر بيبقى مهمل في القراءه مش بيقرا القراءه بين تركيز شويه. بيقول لي الانسترومنتس من نوع سيجنال تايب اوتبوت، سيجنال تايب اوتبوت اللي هي الاوتبوت سيجنال انسترومنت، بيقول لي بتستخدم بكثره في الاوتوماتيك كنترول سيستم عشان الاوتبوت ميجرمنت سيجنال اللي هي الكميه اللي انت هتقيسها بيقول يتم تسجيلها للاستخدام بعد كده. اخر نوع من التقسيمات اللي هو سمارت ونون سمارت انسترومنت. السمارت باختصار هو الانسترومنت اللي بيبقى فيه مايكرو بروسيسور عندك، يبقى السمارت هو الانسترومنت اللي بيبقى فيه مايكرو بروسيسور داخلي، اما النون سمارت مش بيبقى فيه مايكرو بروسيسور. ودي كانت تقسيمه الانسترومنتيشن اللي هو خمس تقسيمات زي ما احنا قلنا. طبعا انا هسيب لكم البي دي اف ده في الوصف تحت الفيديو، يا ريت تنزلوه عشان هتلقى فيه كلام مختصر انا مختصره جدا، وكمان انا عامل لك الحاجه على هيئه مقارنه دي هتوفر عليك او في الحل. طبعا معروف ان الجزئيه دي لازم يجي منها سؤال نظري في الامتحان. اما الاستاتيك كاركترستيك للخاصه باجهزه القياس اللي هي المواصفات اللي في حاله الاستيدي ستيت دي هتتشرح في الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان اول ما ارفع الفيديو يجيك اشعار بالفيديو وتشوفه على طول. وشكرا جزيلا.